بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي أخواني المشاهدين، خواتي المشاهدات. اليوم أعرفكم على طبختنا، أحلى طبخة، طبخة البرياني دياي. واليوم إن شاء الله تنال إعجابكم يا رب العالمين، وبنشوف إن شاء الله منو من المنافس من البنات أحلى طبخة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي أخواني المشاهدين وخواتي المشاهدات، وأحيي بناتي أسماء وخولة. اليوم بتعجبكم بإعجابكم أحلى طبخة. هلا أمي، شو أخبارك؟ علومك؟ شو صحتك؟ الحمد لله بخير. وش حالك حبيبتي؟ الله يعافيك. يا مرحبا. وش حال الأهل؟ الحمد لله كلهم بخير. الأخوان الخوات؟ الحمد لله بخير. يا مرحبا بيش، حيا إن شاء الله. كيف حالك امي خالد؟ الحمد لله. شحالك؟ يعطيك العافيه. الله يعافيك. حالك حبيبتي البن؟ الحمد لله. الاخوان الوالدين؟ الحمد لله كلهم بخير. يعطيك العافيه والصحه. الله يعافيك. يلا الحين بخبركم عن المقادير، اللي هو برياني الدياي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا الهيل الناعم، عندنا الكمون الحب، عندنا البقدونس الحب، عندنا الثوم الناعم، وعندنا البزار الصحيح، عندنا القرفة الناعمة، وعندنا الكمون الناعم، عندنا معجون الطماط، وعندنا الروب، وعندنا صبغة البرياني مع المي ورد، وعندنا الكركم، وعندنا القرفة الخشب، وعندنا الورق الغار الناشف، وعندنا الليمون الناشف، وعندنا الهيل، وعندنا الزيت، وعندنا الطماط، وعندنا البصل، وعندنا البقدونس، وعندنا الكزبرة، وعندنا النعناع، وعندنا الورق الغار الأخضر، وعدنا الثوم، وعدنا الزنجبيل، عدنا الدياي، وعدنا العيش. يلا بناتي أبغى حماس من الحين مرة. إن شاء الله. إيه حماس، بشوف منو اليوم يفوز. إن شاء الله. أسماء ولا خولة؟ لا خولة إن شاء الله. إن شاء الله. آخر مرة خولة فازت. إنه يفوز أحلى طبخة. المشاهدين الحين ينطروا، انطروا بتطلع الحين أحلى طبخة بتعجبكم، على اعجابكم ان شاء الله. يلا بحماس، حماس يلا. ان شاء الله. اليوم إن شاء الله. اليوم بشوف منو طبخته حلوه. يا سلام. ان شاء الله. برياني رحنا عينا على الطبخه بسرعه. يلا يا بنات بهمه. ان شاء الله. يلا شدوا حيلكم، شدوا حيلكم. بنشوف اليوم، اليوم بنشوف احلى طبخه عشان بناكل. بتشوفين احلى طبخه ان شاء الله. اباكم اليوم البنات ترمون الاكل رم ان شاء الله. يقول كل اكل يقول انا وانا ان شاء الله. يلا شدوا حيلكم، شدوا حيلك يا اسماء، شدوا حيلك يا خوله. ان شاء الله انا اللي بفوز. انت ليش شي بقدونس عندك وايد؟ انا احب اضيف بقدونس وايد. ايه هي محطت لنا مسكينه هاي. يلا شد حيلكم. زين امي. امي قبل كيف كانوا يدرسون؟ ايه دراسة قرآن حبيبي. ايه دراسة مطوعة، المطوع للبنات للولاد، والمطوعة للبنات. ايوه. من عمرهم عاد من 5 سنوات وما فوق. ايه اول ماشي مدارس على القرآن. ايوه. ايه على القرآن. من 5 سنوات يوديه الابو، الولد يوديه الابو للمطوع. ما يهده بالشارع كذا. ايه. المطوع يهد الباب، قال لي هذا الولد، يحطي حولي. ايه. صفاهم صفه، والبنت والبنت توديها بعد الام. قالت مطوعه هذا لبنيه من 5 سنوات وما فوق لل 14. المطوع يدرسهم ولا لا؟ المطوع يدرس الولاد. ايه. المطوعه ما يقول مدرسة، الحين يقول مدرسة، المطوعة مال القرآن، خاصة للقرآن. هاي المطوعة، المطوعة للبنات والمطوع للأولاد. من عمرهم 5 سنوات وما فوق يتعلموا، لين بعدين جات الدراسة والحمد لله رب العالمين. ما قصروا الحكومة، الله طول عمارهم.
امين يا رب. واستوت الدراسه واستوت هذا، والحين القران ما شاء الله ختم القران، من ختمه القران يدوروا فيه، يدوروا في البلد. خاي خاتم 30 جزو، هي يختم 30 جزو، يختم 30 جزو يدوروا فيه البنات والاولاد. هذا هو يؤمن، يقول الله يهدينا من هدانا، هذا اللي وراه يقول امين، علم القران وعلم امين. هم رايحين لين يدور على المنطقه كلها كامل، البنات والاولاد. المدرس يقول، المطوع يقول، والبنات يؤمنوا، الولد يقول والمدرس يرد عليه. كل ما دار عاد يؤمنوا على الفريد، عقب ما خلص التامينه داروا عساروا بيت المطوع، حطوا لهم الاكل وكلوا، خلصوا هذا، خلص عليهم، خلص الولد عاد القران خلص ختم. عاد الام والاب، الاب بودي للمطوع والام بتودي للمطوع، تودي للمطوع الله يكرمكم يكرم سامع. طير دياي اول ما شي خرده يعطيهم، طير دياي الله يكرمكم بيضه، بيض يعني ولا خام، قطعة خام من عندها تودي للمدرس للمطوع. سامحيني أختي تعبتي ويا العيال وهذا، قالت لا هذا عيالي لازم أعلمهم على القرآن، أعلمهم على الوضوء، أعلمهم على الصلاة، أعلم. والحمد لله استفادوا. ها بنيتي وشو عندك هذا الأخضر وشو هذا؟ بقدونس وكزبرة. ها بقدونس وكزبرة، تعرفين تميزين من ريحة البقدونس للكزبرة؟ من الطعم؟ لا من الريحة. صح من الريحة، البقدونس رايحتها غير تفرق غير. أيون واللون بعد؟ أيون اللي أشد الريحة، أشد أقوى ريحة؟ أي بقدونس. بقدونس ما شاء الله عليك تبارك الله. يلا شدوا 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 ان شاء الله. ان شاء الله امي شاطره شاطره. يلا بعدها، يلا شغلوا العيش بعدك. ماش خلت العيش وانا شخلته خلاص، يلا. ما عليك مني تحدي تحدي تحدي. يلا يلا اي انا بفوز، ما عليك امي انا بخلص قبلها وبفوز. اي بتفوزي ما شاء الله. ان شاء الله تبارك الله ان شاء الله. يلا شدي حيلك شدي حيلك ان شاء الله امي. يلا يلا نبي تحدي. يلا اياكم اليوم بنشوف احلى طبخه ان شاء الله امي. يلا احلى طبخه بنشوف. يلا شدوا حيلكم. اسماء خوله اليوم بنشوف منو بيفوز، خوله ان شاء الله. خوله اسماء، اسماء او خوله ان شاء الله. خوله ان شاء الله انا افوز ان شاء الله. انتوا طبخوا وسووا الطبخة الحلوة بتفوز ان شاء الله. ان شاء الله طبختي انا احلى ان شاء الله. ان شاء الله انت يا وش خلصي عقب قولي احلى. انت بعدك ما شخلت العيش كيف تقولي؟ بسم الله يلا شاطرة. يلا شخل العيش شطورة. يلا بسم الله. يلا نفضي. ايوه هذا العيش ما شاء الله البنات خلصوا. إيه. الحين يلا عليكم بالهمة إن شاء الله أمي. عليكم بالهمة. يلا ما تعرفين انتي؟ ها؟ لا عارف انا عارف. تشوفني وتقلدني؟ لا والله ما قلدت. ما قلد امي. والله امي تقلدني. لا ما قلد. شاطرة. انت اكيد قاعده تقلديني لانك ما تعرفين تميزين بين الخضار. لا لا اعرف. وين سويت هذا تقولي ما اعرف بالطعم؟ زين وين بالطعم تعرفي بالريحه؟ هو عادي بالطعم بعد. عادي بالطعم بعد نعرف نميز. بالطعم غير ملح وبهارات مو بخضار. لا عادي حتى الخضار. انتي ليش تعاندي؟ اسهل اسهل. ما تعرفي شيء ليش تعاندي؟ لا ما عاند. كل واحد وطريقته. يلا واحد يشم والله يتعاند. واحد ما تعرف شيء. واحد يشم واحد يطعم. الزين الخضار غير. يلا شط يلا شطار يلا شطار بحماس حماس ان شاء الله. ان شاء الله امي. يلا حبيبي يلا اليوم يلا. احلى طبخه بناكل ان شاء الله. ان شاء الله احلى طبخه. يلا بنات ابغى التحدي. يلا ان شاء الله امي.
يلا الحين بحمس البصل حالي. بتشوفون ايه. الروائح الجميلة اللي تطلع من يلا بنشوف وبنشوف طبخة منو أحلى طبختي ولا طبخة أسمى يلا بنشوف الحين بعد زين انتي خلصي عقب ايه. قولي روايح وغيره ايه. إن شاء الله الحين بتشوفين بنشوف على السياط لازم الريحة تطلع إن شاء الله يلا طبختي أنا أحلى أنا دائما يقولوا لي ايه. الطباخة الماهرة في البيت يا سلام يا سلام وايد الله عليك ايه يا الطباخه طباخه ماره ان شاء الله ان شاء الله هذا منكم يا بنات ان شاء الله هذا نبغى منكم ايه وتعلموا خواتكم اللي يشوفوا المشاهدين ان شاء الله وتعلموا اخوانكم المشاهدات والمشاهدين يعرفوا الطبخه اللي هي اسمى احلى طبخه وخوله احلى طبخه ايه الطبخه ان شاء الله طبختي انا احلى ان شاء الله ان شاء الله اسمى انت كيف تعلمتي تطبخين تعلمت من امي ما شاء الله تبارك كم كان عمرك يعني 13 ما شاء الله ايه انا تعلمت من اختي وكان عمري 14 ولا 15 سنه تقريبا ايه ما شاء الله تبارك الله كيف تعلمتي زين تعلمت منها اسوي اللقيمات يعني بدايه تعلمت منها الطبخات زين الطبخات اللي هي يعني نفس البرياني والمكبوس وعيش ابيض ونحمر فيه متى اخر مره سويتي برياني قبل شهرين تقريبا قبل شهرين ايه قبل شهرين يلا شطار كيف تعرفي تطبخي ها قبل شهرين انت في البيت ما تطبخي لا اطبخ اطبخ كيف عيل يقولوا لي طباخه الماهره يلا اكيد اطبخ طباخه ماهره ما شاء الله عليها لازم تطبخ كل شهر تطبخ شو قبل شهرين وانت متى اخر مره طبختي قبل اسبوع وانت اوه قريب يعني اخر طبخه متى طبخه اليوم الصبح اليوم الصبح ما شاء الله ما شاء الله يلا اسولف اسولف سويت ريوق ما طبخ سويت ريوق ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله انا الحين بضيف طماط ايوه شو مسويه انت شو مسويه أيوة. شوفي عندي ها اللوحه حلوه طالعه شو اللوحه حسستيني لوحه فنيه مالت البيت لوحة قالت لازم انتكتك لازم كل شيء بالفن ايه انت تسوي كل شيء بالفن ايه نعم نعم وانا بسوي بطريقتي انا ايه يلا بنشوف ايه. بنشوف التحدي سوي انت فن مالك بنشوف منو طبخته الحلوه ان شاء الله خوله ان شاء الله بتعجب إن شاء المشاهدين خوله هاي طبخه احلى طبخه ان شاء الله بتعجبهم يا رب ان شاء الله طبختي انا احلى ان شاء الله لازم الطباخه الماهره يكون عندها فن ايه وتكتيك يا سلام يا سلام انت خليك ام التكتيك يا سلام يلا هوا شغلي 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 زين ونبى همه ونبى احلى طبخه ان شاء الله امي ان شاء الله يلا اليوم ابو حماس منو اليوم بيفوز انا ان شاء الله ان شاء الله بيفوز ان شاء الله انا بفوز منو بيفوز اليوم ما عليك امي ان شاء الله انا بعطيك احلى طبخه ان شاء الله ذبحتي لنا احلى طبخه احلى طبخه هي لازم الطباخه ماهره لازم تكون الفايزه ايه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كوني معاي ان شاء الله بتفوزي انت بس كوني معاي انا بفوز ان شاء الله الله معاك شوي غشي امي شوي غشي لا لا ما يصير ما يصير ما يصير ما يصير ما يصير 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 لا ما يصير لا 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 كل واحد يعتمد كل واحد وفن وتكتيكته انا بفوز ايه لا كل واحد يعتمد ابى الطبخون ان شاء الله ووقت معين والطبخ الطبخه الحلوه حاسبي ان شاء الله وتطبخ الطبخه الحلوه خلي الريحه تطلع الروائح برا ايه ان شاء الله امي الله يعطيكم العافيه الله يعافيك الله يعافيك يلا شدوا الهمه شدوا الهمه يا بنات ان شاء الله ان شاء الله امي نبغى نطمع الحلو العيش الحلوه يلا شطار ايوه يلا
ايش خلي على الماي. ايوه يلا يلا التحدي، يلا يا التحدي ان شاء الله. أمي. يلا يا سلام يا سلام يا سلام. انت ليش حطيتي دياتي؟ كيف شفتيني الحين؟ لا قلدتيني. لا ما قلدتك. تحطينه في الصحن. كنت بحطه في الصحن وطلعه يعني نفس الطريقه. لا 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 نفس الطريقه. انتي تغشين ما تعرفين. لا انا ما غشي خلص. امي شوي جدر بينصب عليه هذا حار. زحي شويه منه حبيبي. ان شاء الله. هاي الجدر الصغير امي. ان شاء الله امي ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. تحملوا حاسبوا على الحار امي حاسبوا على الحار. ان شاء الله ان شاء الله امي. طبختي انا احلى ان شاء الله. بعد قالت ان شاء الله. اكيد بعد كيف. شغله على ما يبي لها كلام اصلا. ما يبي لها كلام. الحين انا بحطي بهارات. ها بضيف بهارات. مشغله الغاز؟ ايه يلا شاطره. يلا شوفوا حاسبوا على الحار. بسم الله. الحروره حاسبوا عن الحار مي عن ايديكم الماي الحار عن الغاز. انتبهوا عشان ثيابكم ما يحوش الحراره وتنضرون. حاسبوا مره قد ما تقدروا ان شاء الله. ايه. الله قد ما تقدروا حاسبوا لان الحار. يلا شطار يا بنات شطار يا بنات شطار يا بنات. ان شاء الله امي انا بفوز اكيد اكيد. ما يبي لها كلام اصلا. اضحكي لما تقولين شيء. ما يبي لها كلام. لا ايه ومن هنا هي تغش منك ولا انت تغش منها؟ هي تغش هي تغش امي هي تغش هي تغش امي. خاولة تغش ولا أصبر؟ أسمى أسمى تغش مني. أسمى تغش مني. أسمى أنت لا تغشي من خاولة. إيه لا تغشين مني. شفتيني أنا أغش؟ أنا ما أشوفها. خاولة لا تغشي من أسمى. لا أنا ما أغش منها. إن شاء الله ريحة طبخي أنا الحين الحين بتشمين. أنت لا تقلديني. الحين بتشمين ريحة طبخي. لا تقلديني. شو أقلدك؟ كل شيء. والمقادير هي نفسها. إن شاء الله. إن شاء الله طبختي أنا. يلا. بنشوف بناتنا كيف. اسماء خوله ان شاء الله. يلا الروم هذا حق البرياني صح؟ ايه ايه يلا حق البرياني. ايه حق برياني برياني الروم لازم اهم شيء. ما تعرف بس هي. لا عارف انا. اقول لك طابخه اقول لك طابخه برياني اقول لك يقولوا لي طباخه ماهره. يا سلام يا سلام ماهره. اي ماهره يا سلام. طباخه ماهره. لا ايه بغطي عليك اليوم بتشوفين ان شاء الله. هاي بنشوف. يلا امي بنشوف الحين ان شاء الله. ان شاء الله احلى طبخه. ان شاء الله طبختي احلى طبخه بتنال اعجابهم المشاهدين. إيه؟ الطبخه الحلوه مشاهدين شوفوني. إيه؟ ان شاء الله تعلموا مني. لا تتعلموا من خولة ما لا تعلموا مني. تعلموا مني هي ما تعرف تملح زين. زين بتشوفين. يلا يلا شطار شطار. ها شميتي ريحة طبخي ولا لا؟ لا والله ليش أجامل. شمي شمي شمي. والله ما أشم. شمي من دون مجاملة ما أشم. يلا شمي الحين شمي. ما أشم بعدك؟ يلا أيوة. ان شاء الله بطبخ للمشاهدين احلى طبخه. ان شاء الله ان شاء الله تعجبهم تنال ايه. اعجابهم ان شاء الله. ان شاء الله تنال اعجابهم. ان شاء الله تنال اعجابهم مره ان شاء الله. يلا يلا ابى التحدي اليوم. ابى التحدي يا بنات. بسم الله بسم الله. أبى التحدي أشوف اليوم طبخة منو أحسن. إيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هذا الطبخة عاد قولي. يلا نشوف طبختكم اليوم. طبخة البرياني. برياني. برياني لدياي أحلى طبخة. إن شاء الله طبختي أنا. طبختي إن شاء الله تكون أحلى طبخة. إن شاء الله. إن شاء الله. امي انتي طبختك غير بعد. ها؟ طبختك انتي بعد غير.
لا ما شاء الله شطار انتم بعد. نتعلم منك امي، نتعلم منك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تعلمتوا ان شاء الله تعلمتوا ان شاء الله تعلمين ما شاء الله عليكم. ايه ما تعرفين تشخلين العيش، ومين قاعد تعلمك؟ لا والله انت اللي ما تعرفين بعدك، شوفي توي بالملاس قاعد تشخلين. لازم شوي شوي بعد، قلتي شوي شوي بالتكنيك. لا. بالتكنيك. أيه. يا اسمى بالتكنيك. يا سلام يا سلام يا سلام عليكم البنات. ايه يلا يلا شدوا الهمه شدوا الهمه. ايه نشخل العيش الحين. ايه الله، عشان بعدين نزين من فوق بالزعفران ولون البرياني. تقلديني يا حتى في هالشي زعفران بعد الحين. يو انت بعدك، انا خلصت بعدك شتي في الصبغه. عادي عادي، التكنيك التكنيك. كل ما اقول لك شيء تقولي التكنيك. لازم الحين ما عرفنا كل شيء تكنيك. ايه لان الطبخ، لان الطبخ اصلا يباله فن. فن يباله فن. على فنك. يا سلام يا سلام. ايه يا سلام على فنك يا خوله. يلا الحين بنشوف لوحه فنيه الحين بتشوفين الفن وبنشوف هذا. شوي شوي لا تزيدين ما بيطلع حلو. خلصنا طبختي واخيرا. زي خلصتي. يلا يلا بنات ابو حماس ان شاء الله. يلا حبايبي بنشوف اليوم الفوز منو. احلى طبخه ان شاء الله خوله. احلى طبخه اذا مطبوخ بنشوفه طبخه منو. البرياني البرياني مالي. شوفي شمي ريحته امي، شمي ريحته. يلا شدوا حيلكم اليوم الريحة الحلوة. يلا حتى الغراب متشوفك مسكين. طبختي أنا أحلى إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله طبختي أنت حلوة. كلكم كلكم بالفوز إن شاء الله. كلكم أبى لكم الفوز. ها تشمون الريحة ولا؟ ما يشتي كلهم. ها تشمين كلهم. تشمين الريحة اسمه وصلت لك الريحة ولا؟ أنا ما أشم ريحة عيشي طبخي. ما شم ريحه. يا سلام يا سلام ان شاء الله بتجربين طبخي وبتشمين ريحته بعد. يا سلام يا سلام. احلى برياني. بنشوف الطبخه. يلا التحدي بيطلع اليوم ان شاء الله. اسمى ولا خوله؟ لا انا انا. اسمى ولا خوله؟ ان شاء الله خوله ان شاء الله امي. يا كريم يلا بسم الله. اليوم بنشوف منو فايز بالطبخ. منو احلى طبخه ان شاء الله. يا سلام يا سلام. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه طبخه اسمه. ايه طبختي اليوم غير. اليوم غير طبختي يعني. ليش غير يعني؟ لانها برياني. ما نفس البهارات ما نفس نفسها. نفسها بس شوي غير لان لمساتي وياه. يا سلام يا سلام. يلا بسم الله. بالعافيه امي. الله يعافيك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبختي ان شاء الله بتعجب الجميع وبتعجبكم ان شاء الله امي. ان شاء الله. بسم الله. بالعافيه عليك ان شاء الله. اسماء طبخك حلو لك البهارات ما كملت لنا والملل. ما عليه المره الجايه ان شاء الله. ان شاء الله باش مره ثانيه تفوز ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. خوله اكلش حلو اليوم مميز اكلش. الحمد لله الحمد لله. بالهنا والعافيه. شكرا على الطبخه ما شاء الله. العفو. لا يعلي عليه. اليوم خوله احلى طبخه. الحمد لله. فاتت عندنا خوله باحلى طبخه وتريونا ان شاء الله بالحلقه القادمه.